شخصية هامة جدا وهي سمعان الشيخ. كثير يمكن ما بيعرفوا مين سمعان الشيخ، رح نحكي بشكل سريع عنه. استولى بطليموس الأول على أورشليم وأسر يهود كثير بالألاف عدهم وأرسلهم إلى مصر للعمل كسخرة، بس بنفس الوقت أنشأ مكتبة كثير كبيرة. المكتبة اللي أنشأها كثير كبيرة، طلب من كبير حاخامات اليهود أنه يجيب كتب العهد القديم التوراة ويبعث معه الناس بالترجم حتى ينقلوها من العبرية إلى اليونانية. ووعدوا، وعد الملك ووعد الحاخام، أنه نحن إذا بيجوا هالأشخاص هول بترجموا لي هول الكتب تضيفهم للمكتبة اللي كان فيها تفوق 80,000 كتاب وأكثر بوقتها. يعني هلأ بنشوف إذا الرقم معنا مزبوط. بده يحط كتاب التوراة إنما مترجم إلى اليونانية، اللغة اللي بيعرفها وثقافة الشعب اللي كانت. وافق الحاخامات معه وأرسلوا له 72 شيخ حتى يكتبوا العهد القديم. عم نحكي هون نحن عن 246 ما قبل الميلاد، يعني تقريبا 250 سنة ما قبل الميلاد، تيهتموا بالتوراة من العبرية إلى اليونانية. وهن وعم يكتبوا هيدا الأمر وعدهم بإطلاق سراح 120,000 يهودي كمان إذا بيتموا الأمر، وبلشوا ينسخوا. فعلا أرسل إليعازر 72 عالما، ستة من كل سبط، نقى ستة من كل سبط ينسخوا التوراة للملك. أكرمهم الملك، عطيهم هدايا، أقامهم بجزيرة كتير حلوة، وقسمهم ل 33 فرقة ووزعهم منفردين، يعني كل فرقة بتقعد لحالها، وبلشوا يترجموا التوراة. أقاموا نحو 70 يوم كمان، وصار اسمها الترجمة السبعينية، 70 شيخ وسبعين يوم، صار اسمها الترجمة السبعينية اللي بعدنا معتمدين لهلأ. وعملوا المستحيل حتى زبطوا الكتاب، مثل نفس الكلمة ينقلوها على اليونانية، كان هالشي قبل 250 سنة. استخدمت هيدي المجموعة المترجمة بمجامع اليهود بمصر حتى يمكنهم القراءة باللغة اللي كانت موجودة بوقتها. كذلك كان التدبير الإلهي أنه هيدا الأمر، هيدا أنه يترجم هيدا الكتاب، تبس يروح خينا بولس الرسول على اليونان يبشرهم يفهموا عليه عن شو عم يحكي، كان معه الكتاب المترجم. فكانوا اليونانيين يقروا التوراة ويعرفوا أنه في مخلص جاي، في مخلص جاي، لأنه مذكور هون العذراء تحبل وتلد ابنا. هيدا مذكور بكتبكم أخوتي باليونان، مش هيك؟ قولوا لهم بلا، روح العذراء تحبل وتلد ابنا، أنا عم بشركم بهيدا الابن المخلص. فكانوا يفهموا ويفهموا الرسل اللي رايحين. شفتوا حكمة الله كيف تصير؟ بس شو صار هون؟ سمعان الشيخ لما كان عم يكتب ب 250 سنة قبل ميلاد ربنا يسوع المسيح، وصل لمقطع العذراء تحبل وتلد ابنا من أشعيا وجمد، خشى أو استحى وخاف أنه الملك يبهدله أنه يترجم كلمة العذراء تحبل وتلد ابنا. خد على ضحك، هلأ بكرة الملك بيضحك عليه بيقول شو كاتب أنت يا ابني هون العذراء تحبل؟ فقال بركي أنا بحط بدل العذراء تحبل بكتب فتاة تحبل وتلد المخلص، أنه تزبط أكثر، أنه بنت حبلت وجبت. إنما الشك اللي كان عم يصوره واللي عم يصير معه والصلاة اللي كان عم يصليها، كمان بيجي الملاك بالمنام وبيقول له ما دامك قلت هيك وعم تسأل كيف أن العذراء ستحبل وتلد ابنا، رح بتضل عايش يا سمعان. قال له إياها كمان برؤية بالحلم مثل ما قال لأمر يوسف، شوفوا الأمر المشترك، رح تضل عايش يا سمعان لحد ما تشوف عمانوئيل قدامك وتتبارك منه وتبارك الرب، لحد ما تشوف هيدا الحدث قدامك. وفعلا هيك صار، جلس الشيخ الجليل سمعان بطريق يتفرس ويشوف من رايح ومن جاي، حتى مرق 250 سنة على عمره إضافة للي كانوا، يعني صار عمره 300 سنة سمعان الشيخ. 300 سنة يقعد قدام الهيكل هيك وناطر، بالأول هيك انفنجر عيونه، بعدين صار مغمضهم ما بقى يقشع حتى يشوف المخلص لما يجي بيتطلع بالعالم. أجيال راحت وأجيال إجت وسمعان صامد مثل الصليب اللي عجبالنا، واقف هيك ما بيهز لا ريح لا برد، صامد عم بيشوف بيصلي، بياكل وبيرجع بيجي بيصلي وبيقعد ناطر المخلص. أجيال مرقت وأجيال راحت، أجيال مرقت وأجيال راحت، وهالشخص هيدا صامد بده يشوف الخلاص تبع الرب. 300 سنة صار عمره،
والموت يمرق من عنده عطول ايش كل اللي حواليه ويتركه ما يسترجع يقرب عليه. حتى الموت مرق من قدامه كذا مرة وما قرب. وسمعان صامد إلى أن جاء اليوم اللي جاي عذراء جميلة جدا وجاي مع إنسان رائع جدا قديس مار يوسف حاملين الخلاص بإيدهم ربنا يسوع المسيح وعب يفوتوا فيه على الهيكل. بس برقت مريم العذراء ومرق الأربعين يوم وما أجملها. وقف الشيخ سمعان وطلع فيه ونظر الخلاص فتحت عيونه فتح عيونه صار يقشع وقال كلماته الشهيرة اليوم يا رب نظرت عيني خلاصك أطلق عبدك يا رب وركب.